ازاي ايدك يا بت؟ انت مجنونه ولا ايه؟ بيقولوا ان انت شهدت مع قابلتك سرور، مش كده؟ طيب اسمعي بقى يا بت منك ليها، واسمع كمان يا طور منك له عشان ما عنديش وقت. نعم احسن بيه. من النهارده خلاص مفيش سرور. بح، خرطناها للوز. من هنا ورايح مفيش غير القبله الجديده، قبله توحه. واللي هتقوله توحه هيمشي على الكل ورجليكوا فوق قفاكوا. شهر 6 قرب وانا عندي محاضر كتير عايز اقفلها، فاهمين ولا اقول كمان؟ فاهمين يا باشا. انت يا بنت تعدلي حكيم، انت خلاص ناقصلك معايا تكه. ولولا ان قابلتك الجديده قالت انها محتاجاكي انا كنت عملت معاك الصح. معلش يا حسام بيه، ما هو انت لو خدتها انا مش هلاقي حد يمسح ويسيق البيت. انت عارف بقى ازمه الشغالين اليومين دول. انا اعمل لك اللي انت عايزاه يا ابله طوح. عايزاني ادعك لك المواعين؟ ادعك لك المواعين. بت، شكل كلامي مش عاجبك وشكلك كده هتحصلي قابلتك. يلا يا بت خشي جوه، هاتيلي تش تحطي فيه ميه وملح، وتعالي عشان تدعكيلي بيه رجلي. يا ابله هي هتسمع كلامك في كل اللي انت عاوزاه، بس يعني الباشا يمشي. انت مالك انت يا بت، يمشي ولا يقعد؟ ده بيته، يقعد فيه زي ما هو عايز. والنعمه انا ما قصدي، انا بس قصدي يعني. يا اخي اخرسي خالص، ما اسمعش حسك. يلا بت اتحركوا، يلا خشي جوه انت وهي. يلا يا اختي هاتيلي طشت ميه وملح احط فيه رجلي. انا ماشي يا توح، لو في اي حد ضايقك كلميني. تنور يا باشا. ما تقلقش يا حسام بيه، انا معاها. توحشيني. سلام. سلام. تعود المية يا ست الكل، احلى مية في الدنيا لست الهواني. هو يا بيت خش نضايق الحيوانه اللي جوه دي، تيجي تغسل لي رجلي. طب ما اغسلها لك انا يا ابله. بقول لك اسكتي لا تحصلي قابلتك، قومي. حاضر حاضر. اترازعي، خد بشوشه على رجلي، وبشوشه على الجزمه، وبشوشه على القشطه. يلا اوكي، بشوش يا بنت لحسن بشرتي تتعور. يلا حطي رجلي في الميه، قربي التشت ده شويه. يلا اعملي بقى مساج الاول. اي رجلي بتوجعني بشويش. يلا صباع صباع، التكنيله في ايدك اللي عامله زي المرزبه. ايوه كده. خلاص يا احلام، انا قعدت مع البنات وسمعت قصصهم. ايه ان شاء الله يا اختي، لو كان في نصيب نبقى نشغله. هو ايه ده اللي خلاص؟ فاخدع. اوامرك يا ابله طوح. وصل البنات لحد باب الشقه واقفل الباب وراه. حاضر، اتفضلي يا بنات. ما بقتش فهماك يا توح، ما البنات حلوين واحنا ما عندناش بنات اصلا، وبعدين ما انت عارفه شغلانتنا دايما بتحب التجديد. اول هم اسمي المعلمه توحه، تاني هم بقى ياسك اخواتك، البنتين المصاديين اللي انت جايباهم دول، واحده فيهم خارجه من قصه حب مع واد معفن زيها ودماغها كلها مشغوله فيه، يعني ان قعدت مع زبون يا اختي هتقعد تصح وتحكي له وتسد نفسه. الله عليك يا معلمه توحه، يسلم بقك. والبنت التانية ضربة كيمياء وصراصير، يعني جبلة ما عندهاش إحساس ولا مشاعر، وإحنا يا أختي شغلانتنا دي كلها أحاسيس ومشاعر. سيدي يا سيدي على الإحساس. طب والله تستاهلي لقب معلمة. لا معلمة إيه، ده أنت ست المعلمين، ست ستات معلمين المنطقة كلها. قولي يا بنت كمان قولي. حبيبتي يا معلمة، إيه القشطة دي؟ يا لهوي على القمر. بخري وخمسي يا بنت، بخري وخمسي.
خمسة وخميسة، خمسة وخميسة في عين اللي يشوفك ولا يصليش على النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام. اسمعي يا بنت، أنا مبسوطة بيكي قوي، أنا هرقيكي في الشقة اللي احنا فيها دي. بجد يا أبلة؟ هتخليني إيه؟ أخليكي مساعد طباخ وما أكلش إلا من إيدك. حبيبتي يا أبلة، أي حاجة منك حلوة. منورة. باشا، هو مين الراجل اللي احنا جايين له ده؟ ده راجل جديد كده، واحد معرفة إيه اللي عليه. الراجل ده بقى هيعمل معانا احلى واجب، هيدينا كل البضاعه اللي احنا عايزينها بنص الثمن، وبعدين لما نبيع ونظبط بقى نديله بقيه فلوسه. الله الله الله، وعلى النعمه من نعمه ربي، لولا ان احنا يعني في منطقه شغلي دلوقتي كان زماني زغرط. معنى كده انه لو ادانا كميه زياده التوزيع هيزيد، ونسبتي انا كمان تزيد، وتشخلع بقى وتلعلع معايا. الله الله يا اشجان، انت بقيتي ماديه خلاص. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ربنا يديم العشم اللي بيننا يا باشا. بس يعني لا مؤاخذه، طباخ السم بيدوق وانا نفسي ادوق بقى. ماشي يا ستي، هندوقك اللي انت عايزاه. ماشي، بس نخلص المصلحه دي كده ويحلها المولى عز وجل. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انا بيعجبني ايمانك يا باشا، تقي اللهم قوي ايمانك. المهم يا باشا، دلوقتي قول لي هتعرف الراجل ده ازاي؟ هو قال لي لابس بنطلون اسود عليه جاكيت شماه بني، وقدامه شنطه سامسونايت بني. راجل غامق من الاخر. ايوه، هو الراجل اللي هناك اللي مدينا جنبه ده. ماشي، انا هروح له اشجان. ها ماشي يا باشا، زي ما اتفقنا. ابوس ايدك ما توديناش في 60 ده، لو شميتي ريحه الحكومه بس تديني الزماره اللي احنا متفقين عليها. عيب عليك يا باشا، اطمن انت بس، انزل وروح وتعالى لنا بالف سلامه. ربنا يستر. ربنا معاك، ترجع لنا بالف سلامه ان شاء الله. خلاص يا اشجان، ربنا يستر. انت فيها زياده. انجز بقى، عايزين نشوف شوية فلوس حلوين. يا نهار متوحس، ده شوقي عكاشة. يا نهار اسود، ارجع ارجع يا باشا، هنروح فين؟ يلا يا نهار اسود ونيل. اركب يا باشا. في ايه؟ الراجل ده مخبر يا باشا، ده من منطقتنا، اسمه شوقي عكاشه. انت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه؟ اه متاكده. يلا يا باشا اطلع، والله العظيم هنروح في كلابوش، هنروح في كلابوش. ازاي؟ ده انا سالم هو اللي موصلني ليه؟ على فكره سالم ده هو اللي باعك. استحاله استحاله سالم يبيعني ولا يفكر، ده هو اصلا اللي بيحذرني. يا نهار اسود، شكل الحكومه مش عايزانا احنا، ده عايزه الناس اللي فوقينا، عشان كده ما قبضوش على سالم. عايزين البكره كلها تكر. يا نهار اسود، بكر ايه واخد ايه دلوقتي؟ اطلع يا باشا هنتكلبش، انا مش قد الحبس، انا مش قد الحبس. خلاص خلاص، اطلع يا باشا، ابوس ايدك، ابوس ايدك. يلا يا باشا، خلاص اتكل على الله. بس نتاكد بس من ان شاء الله، اتكل على الله.